فرضا يعني لو كان يقول لك الان الان في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنديش تعليق يعني وش تطلبي منه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شغلي تقدي تقولي له شغلي تقدي تقولي له بحكي له شغل شغل صلى الله شغل شغل دين مسلمين معه سوال أهل دين مسلمين معه سؤال يا حمدي أمرني لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود السلام. ايش كان سوى كان ادى مين اول لو كان موجود مش قادر اقول لك مش قادر اقول لك صراحة مش قادر اقول لك مش قادر مش قادر مش قادر اقول لك صراحة الناس كلها تحب بعضيها اقل حاجة الناس كلها تحب بعضيها اسيب الحاجات دي كلها واروح اصلي لو الرسول موجود موجود اروح اصلي انا ما بصليش انا ما بصليش اكذب عليك ولا بصلي ولا بصليش بس لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك أمامي؟ أيوه إيش تقول له في دقيقة؟ يعني أجري تحت رجليه وأبص إيش تتوقعي تقولي له لو قدر لك إنه تجلسي معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ أوف سؤال صعب لو أتمنى مش عارف مجالسة النبي يعني الواحد يتمناه في حلمه بس لو الواقع لو علي أنا يأخذ بيشتو يشيلني من الدنيا هذه لو علي لو على حساب أبوس رجله وأبوس إيديه وأقول له يا راجل عليه الصلاة والسلام أقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاة والسلام الله الله ده انت قلت حاجة جميلة أوي طيب سؤال الأخير أستاذ محمد لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك إيش تقول له في دقيقة؟ نفسي يعني لا صورة صعبة تحدد موقف صعب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا صدقني يعني مهما حاولت أدور على الألفاظ مهما حاولت أدور على كلمات مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جواي مش عارف